في سؤال محيرني، ليه البيتزا كرتونها مربع وإذا فتحت الغطاء لقيتها مدورة، وإذا جيت تأكلها تقطعها مثلثات؟ أنا ما أدري، جالس أتعشى ولا أذاكر الرياضيات؟ السلام عليكم، بونجور بونسوار. في هذا الفيديو التعليمي والتثقيفي سنتعلم مصطلحات فرنسية خاصة بالمطبخ، وسنتعلم أيضا تحضير أشهر طبق عالمي، لا بيتزا. لا بيتزا est une tarte d'origine italienne faite d'une pâte à pain et recouverte de divers ingrédients et cuite au four. البيتزا طبق إيطالي الأصل، تتكون من عجين الخبز وتغطى بالعديد من المكونات، ويتم طهيها في الفرن. Je vous souhaite une bonne écoute. Une recette facile et précise de la pâte à pizza. وصفة سهلة ودقيقة لعجينة البيتزا. 250 grammes de farine. 250 grammes من الدقيق. هذه بالنسبة للمكونات المقادير، c'est-à-dire les ingrédients. Un peu de sel, القليل من الملح. Un sachet de levure de boulanger sèche. كيسو خميرة أو كيسو خميرة العجينة الجافة. 150 ملليلتر دو تياد، 150 ملليلتر من الماء الدافئ. Une cuillère à soupe d'huile d'olive، ملعقة حساء أو ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. Tu mélanges la farine, le sel et la levure, puis tu ajoutes l'eau tiède. تخلط الدقيق والملح والخميرة. Puis tu ajoutes l'eau tiède. ثم بعد ذلك تضيف الماء الدافئ. Tu pétris le tout avec un batteur électrique. C'est plus facile et beaucoup plus rapide qu'à la main. Pendant environ une minute. تعجينو الكل. تعجين c'est-à-dire tu pétris. Le pétrissage هو العجن. تعجين الكل في الخلاط الكهربائي. Le batteur électrique. لأنها أسهل وأسرع بكثير من عمل اليد. Pendant environ une minute، لمدة دقيقة واحدة. Puis tu ajoutes l'huile d'olive et tu pétris pendant 5 minutes. ثم تضيف زيت الزيتون وتعجن الكل لمدة 5 دقائق. Tu laisses reposer environ une heure. تترك العجينة يرتاح حوالي ساعة واحدة. Ensuite, tu la pétris au batteur encore une minute. بعد ذلك تعجن العجينة مرة أخرى في الخلاط الكهربائي لمدة دقيقة واحدة. Tu graisses un grand plat à pizza avec de l'huile d'olive. تدهن صحنا كبيرا خاصا بالبيتزا بزيت الزيتون. Tu étales ta pâte à la main en mettant de l'huile d'olive dans tes mains. ثم تفرشين العجينة باليد مع وضع القليل من الزيت في اليد
لكي لا تلتصق العجينة باليد. Préchauffez le four à 230 degrés. قم بتسخين الفرن 230 درجة حرارية. Faire chauffer l'huile d'olive dans une casserole. سخن زيت الزيتون في إناء. Ajouter la pulpe de tomate et la persillade. Saler et laisser réduire 10 minutes. أضف مركز الطماطم و لا بيرسياد صلصة البقدونس. صالي أضف ملحا إليسي غيدوير 10 مينوت واترك الكل على النار مدة 10 دقائق. إطالي لا صوص طومات سور لا بيتزا ركوفرير دو تون سوبودري أن بو دو فروماج رابي. إدهن البيتزا بصلصة الطماطم ثم قم بتغطيتها ثم غطيها بسمك التونة وصوبودري رش قم برش قليل من الجبن المحكوك غابي. Faire cuire 10 minutes jusqu'à ce que le fromage soit fondu et la surface légèrement doré. اتركها في الفرن لمدة 10 دقائق إلى حين ذوبان الجبن وسطح البيتزا يصبح ناضجا ومذهبا.